أقدام القنوية مع مجموعة بنات قنوة برئاسة المعلم عبد المجيد. شاس فرقة حارة جمهور كريم. بارك الله عليكم. سعد بي غني عن تعريف عزف بالجوج إلى الساكسفون مع عازفي الكبار بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية. هو ابن مدينة مكناس، هذه المدينة التاريخية العتيقة، وشرف كبير لمدينة مكناس أن تحتضن مثل هذا النجوم بالعاصمة. إذا مرة أخرى سنترككم مع الفنان عبد المجيد، ومازال معنا لقاء مع الفن العصري وأوركسترا الشعبية أوركسترا ألغام. فأهلا وسهلا بالجميع، فرجة ممتعة، عيد سعيد، عيد العرش المجيد. بارك الله عليكم، السلام عليكم. معنا thank you.
عليكم. قابلتي نسخنوا القضية بعدا.